استضفنا اليوم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مجلس حوارات الصناعة بهدف تعزيز الشراكة مع قطاعين الحكومي والخاص ودعما للمستثمرين في القطاع الصناعي في إمارة الشارقة. استمعنا حقيقة للكثير من الأفكار والمقترحات التطويرية لتحسين ودعم هذا القطاع على مستوى إمارة الشارقة بشكل خاص وعلى مستوى دولة الإمارات بشكل عام بالتعاون مع جميع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة الذين يقدمون حقيقة العديد من التسهيلات لدعم هذا القطاع. الحمد لله المؤشرات إيجابية فيما يخص نتائج عام 23 في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمهنية.